خير يا ابو سيد؟ في ايه؟ قلقتيني. عندي ليك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ مش هتصدق يا عمر. ما تتكلمي يا ابو سيد. انا حامل. حامل؟ حامل في ابننا يا حبيبي. حامل ازاي؟ انت مش قلتي لي انك ما بتخلفيش؟ ايوه، انا المفروض ان انا فعلا ما بخلفش، بس معاك حملت، معرفش ازاي. طب وانت اتاكدتي من الحمل ده؟ رحت للدكتور عملت تحاليل؟ عملت التحاليل والدكتور اكد لي ان انا حامل، وقال لي ان حملك ده معجزه. معجزه؟ ده مصيبه. حاولي العالية. وانتي؟ انتي هتقولي لأمجد؟ ده كان هيموت نفسه علشانك. طب انا اعمل ايه يعني يا عمر؟ انا من ساعة ما عرفت وانا بحاول اكلمك عشان نشوف هنعمل ايه وانت مش بترد. نعمل ايه في ايه؟ الحمل ده لازم ينزل. ينزل؟ ينزل ازاي؟ بقولك الدكتور قال لي ان الحمل ده معجزة. دي ممكن تكون فرصتي الوحيدة اني بقوم. دي أكتر حاجة كنت بتمناها. هسينة، إحنا مش في موقف نتكلم فيه عن أحلامنا وأمنياتنا، إحنا في كارثة. الحمل ده لازم ينزل، ملهاش حل تاني إلا كده. فاهمة يا هسينة؟